السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نصلي على الحبيب، اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد. خوتي خوتاتي، نتمنى تلقاكم هذا الفيديو لهنا وراحة البال والصحة والتيسير وأحسن حال إن شاء الله. بسم الله على بركة الله. نكمل لكم، ملبسوا لي بعد حنقصت لي ديك التبوريشة، تنيت بعد من ديك التبوريشة قالي غير الحريق. المهم نعست حتى لغد ليك أنا قلت غير نفيق إن شاء الله من رحم، قلت مع بالي غنوض ساعة، لا ما قدرش نحرك يديا، ما قدرش ندور للجنب، ما قدرش، انا نعسة غير على الظهر. وشفت قال لي دخل فتح مورايا ناضك كيتحرك. المهم ملي جا الدكتور، جا عندي الدكتور عاوتاني، قلت لي الدكتور غنقول لك، قال لي جا لي فتح مورايا كنشوف كيفتح اليوم، غد ليه كنشوفو كينوض. قال لي غادي تنوض ان شاء الله الرحمن الرحيم، ما تولي حتى انت لاباس ودي لاباس، غير صبري. المهم قلت لي انا بغيت غير نجلس، بغيت نبرك شويه الدكتور. قال لي ان شاء الله. المهم عاوني هو وفر ليا باش نجلس، ما قدرش نجلس. المهم قال لي بلاتي نحل لك هادشي باش خيطنا لك الدار، ونحيد لك هاديك اللي كتنص الميكروبات، نحلها لك شويه باش تخفف شويه. المهم اللي ليا داكشي على ظهري، حسيت شويه تخفف لي ظهري، وحسيت شويه، حسيت بواحد الاحساس ربي اللي عالم به. المهم داز لك النهار، جلست بعدا واخا ما قدرت نجلس، ولكن فرحانه بديك الجلسه حيت جلست، وفرحانه حيت خفت لي ظهري. المهم غيا غد ليه قال لي خصك تنوضي تحركي. الله عاونتني اختي والفرمليه باش نوض، جاتني صفه ما عقلت على راسي، ردوني بلاصتي. غد ليه قال لي عاود ثاني تنوضي، صافي نوضت، بقات كتشد فيا اختي والفرمليه، بقى كيدوروني تما. المهم هاني بديت الحمد لله، كان بدا نقدر نوقف. المهم الغد ليه جا عندي الدكتور قال لي راه غتبقاي تمشي للجناح الاخر باش تبقاي تبدي الترويح. مشيت عند الدكتوره ديال الترويد، عطاتني 20 حصه ديال الترويد. نهار بديت الحصه ديال الترويد، ما قدرت على حتى حاجه، ما قدرت لغوت، فما مساتني الدكتوره ديال الترويد، كنغوت. المهم الغد لي عاود ثاني، نهار الثالث حسيت الحمد لله، حسيت بواحد الاحساس، قدرت نحرك رجليا، قدرت نحرك يديا، وكنقدر نهز راسي. المهم هي ما عليناش، الحمد لله على كل حال. دازت ديك الايامات بقيت صافي يوميا كندير الحصة، وشفت الحمد لله التحسن، واخا دازت عليا شفت الحريق، وشفت الالام، شفت السخانة، شفت ديك الساعة اللي ما كاين شي واحد حدايا، واخا يكون في العطش ما قدرتش نشرب، واخا كنشوف الماء ما قدرت نشرب. الحمد لله وليت كنوقف، وليت كنتحرك. ملي كندير الترويد قبل ما نكمل الترويد، بين النتيجه تبارك الله، قصتنا باقي ما كملتش. الموعد ان شاء الله الجاي ان شاء الله. اللي طلع عنده هذا الفيديو يدعي معنا بالشفاء، ويدعي بجميع المسلمين بالشفاء. الله يشافي الجميع، ويشافيني ويشافي جميع المسلمين. واللي عنده الصحه ديالو يتهلا فيها، هي الصحه اللي ما كتعوضش. والسلام عليكم، نخليكم على خير.